السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا في الجزء الثاني من محاضراتنا عن Vibrational Spectroscopy. نتذكر في الجزء الأول عملنا جزيئاتنا كما لو كانت Harmonic Oscillator، وفي النهاية طبقنا نموذج Harmonic Oscillator Rigid Rotor، لأننا وجدنا أن أي تغير في طاقة الاهتزاز في Vibrational Energy يصاحبه تغير في Rotational Energy. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل الجزيئات حقا وحقيقة Harmonic Oscillators تتصرف كما لو كانت Harmonic Oscillators؟ دعونا نرى. أولا، Harmonic Oscillator يتنبأ بأنه البوتنشال دياجرام لجزيء من ذرتين لازم يكون بارابولا سيمتريك بارابولا، ولكن نحن نعرف أنه البوتنشال دياجرام لجزيء من ذرتين على هذا النحو، بالأحرى هذا كيف نعرفه جيدا، درسناه في 101 لأنه هو الذي يشرح لنا كيف تتكون الرابطة الكيميائية. دعونا نتذكر، وضعنا ذرة في هذه النقطة وذرة ثانية في ما لا نهاية، وكانت لا يوجد لا تنافر ولا تجاذب بينهما، وأصبحنا نقرب هذه الذرة شيئا فشيئا فشيئا. كانت البوتنشال انرجي تنخفض نتيجة التجاذب، كلما اقتربنا على هذا الخط تنخفض البوتنشال انرجي أكثر فأكثر فأكثر فأكثر. عندما أصل إلى هذه النقطة كانت البوتنشال انرجي مينيموم، إذا حاولت أن أدفع الذرة أكثر ترتفع البوتنشال انرجي نتيجة تغلب التنافر على التجاذب. إذن البوتنشال دياجرام الذي يمثل الرابطة بين ذرتين ليس سيمتريك كما تتنبأ به الهارمونيك أوسيليتر موديل، وإنما هو أسيمتريك لأن الذرات لا تستطيع أن تقترب من بعضها البعض كثيرا بسبب التنافر بينها، بينما ممكن أن أسحب الثانية بعيدا عن الأولى ما شئت. هذا الذي يجعل الكيرف أسيمتريك. طبعا خلينا نشوف، إذا هذا الاختلاف الأول إنه الهارمونيك أوسيليتر تنبأ بشكل للبوتنشال إنرجي للتو أتومز على خلاف ما نعرفه في الواقع عن تكون الرابطة الكيميائية بين ذرتين. الأمر الآخر، المسافة بين V0 وV1 وV1 وV2 V2 V3 V3 V4 في الهارمونيك أوسيليتر متساوية، بنقول عندي إكوي ديستانت إنرجي ليفلز في الهارمونيك أوسيليتر. إكوي ديستانت يعني المسافات متساوية بين الليفل والليفل اللي بعده. في الانهارمونيك اوسيليتر او في الريل موليكيولز خلينا مبدئيا نقول كل ما زادت في الانرجي ليفلز بيكم كلوزر. شوف عندي الفي صفر في التنين في الهارمونيك والريل موليكيول متقاربين جدا، في الفي واحد كذلك متقاربين، وان كان للريل موليكيول الليفل اصغر شويه من قيمة الانرجي للهارمونيك أوسيليتر. في 2 بيبدأ الفارق يزيد، في 3 بيزيد أكثر وأكثر، في 4 يزداد. شوفوا الفي 5 في الريل موليكيول تقريبا على نفس المستوى مع الفي 4 للهارمونيك أوسيليتر. الفي 6 أقل من في 5 في الهارمونيك أوسيليتر، وتبدأ تتقارب الليفلز أكثر فأكثر فأكثر فأكثر، تصبح المسافات عندما أقترب من هذا الخط المنقط
تصبح المسافات بينها infinitesimally small. عارفين قديش بيكون ال v عندما أصل إلى هذا الخط المنقط؟ تكون ما لا نهاية. عندما تصل إلى هذا الخط المنقط تكون أنت زودت الجزيء بالطاقة هاي من هون لعند هاي. ما هي هاي الطاقة؟ هذه الطاقة هي البوند ديسوسيشن انرجي، وبالتالي كسرت الرابطة، راحت الذرة هاي على اليمين إلى ما لا نهاية بعيدة عن هذا، هذا يعني أن الرابطة كسرت. إذا as V increases the energy levels become closer، هذا في الريل موليكيو. رح نيجي عن شيء آخر الآن، ما هو الـ average bond length. الـ average bond length الآن تخيل نفسك في الجزيء في V يساوي صفر. الرابطة تطول، تصبح هون قيمة R طول الرابطة، وتقصر نتيجة الـ vibration. تطول R يزيد طول الرابطة، يزداد هي R هي طول الرابطة. الآن هو بيعمل vibration، بيروح لهون تزداد ثم تقصر، تزداد ثم تقصر. لكن in average bond length تمثل النقطة الحمراء. تخيل معي في 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 harmonic oscillator، افرض انك الآن في هذا المستوى 4 هون، تطول وتقصر، تطول وتقصر. في الأفرج أنت موجود في الوسط، لأنه يعني كيف سيمتريكال، أنت موجود في نفس R، عند نفس قيمة RE. يعني الأفرج بوند لينكث ما تغير، صحيح عم تبتعد الذرات أكثر وتقترب أكثر، لكن الأفرج بوند لينكث لا يتغير. لكن افرض أنك أنت في الريل موليكيول وفي V يساوي 3 للريل موليكيول، بدك تاخذ الافرج، هو يبتعد تطول الرابطه وتقصر، تطول وتقصر. الافرج هون، الافرج اعلى من الافرج في في تساوي صفر. اذا كلما زادت في الافرج بوند لينث بيزيد، متوسط طول الرابطه بصير اطول، وهي لسه اكبر اوضح في في يساوي صفر. في في يساوي صفر بدك تاخذ المتوسط بين لما في الفايبريشن يبتعدوا عن بعضهم ويقتربوا من بعضهم، هذا الافرج. تلاحظ انه الافرج عم بيزيد، معناه البوند لينث ان افرج عم تطول كلما زادت فيه. في الهارمونيك اوسيليتر الافرج بوند لينث يبقى ثابت عند ار اي، بينما في الهارمونيك في الريل موليكيول از في انكريزز الافرج بوند لينث الذي يمثل طول الرابطه بيزداد اكثر واكثر واكثر عن قيمه الاكوليبريوم. بينما في الهارمونيك اوسيليتر دلتا في زائد ناقص واحد ستريكتلي، نجد في الريل موليكيولز دلتا في زائد ناقص واحد زائد ناقص اثنين زائد ناقص ثلاثه. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني في الهارمونيك اوسيليتر إذا الجزيئات موجودة في مستوى V تساوي صفر، مسموح لها أن تنتقل إلى V واحد. مش مسموح في الهارمونيك أوسيليتر للجزيئات الموجودة في V صفر أن تنتقل إلى V اثنين أو إلى V ثلاثة، لكن في V موليكيولز تنتقل من V تساوي صفر إلى V تساوي اثنين، ومن V تساوي صفر إلى V تساوي ثلاثة، ومن V تساوي صفر إلى V يساوي أربعة. هذه الانتقالات بنسميها الاوفرتونز، الانتقال الاساسي من صفر لواحد، هذا اسمه الفاندمنتال ابزوربشن. هذا الاي ار سبيكتروم لجزيء الاتش سي ال، هذا هو الفاندمنتال ابزوربشن. ات روم تمبرتشر معظم الجزيئات تقريبا 100% من جزيئات الاتش سي ال موجوده في البي تساوي صفر. الآن الانتقال لما تعمل vibrational excitation راح يكون تقريبا entirely من V يساوي صفر إلى V يساوي واحد، لكن لأنه الجزيء مش strictly harmonic بنشوف في signal تانية موجودة وإن كانت الـ intensity إلها ضعيفة. شوف الـ intensity لهاي
واحد، يعني البيك هذا وصل واحد تقريبا، بينما هذا أطول بيك وصل 0.1. يعني هذه السيجنال انتنسيتي إلها عشر. هذه السيجنال نلاحظ السيجنال، هاي السيجنال اللي هي الأولى، هذه الفايبريشنال ترانزيشن من V0 إلى V1 متمركز عند 2880. نلاحظ سيجنال ثانية موجودة عند 5660 تقريبا، 5660 تقريبا، تقريبا ضعف الفريكونسي للانتقال من V0 ل V1. هذا هو الأوفرتون الأول، هذا هو الفيرست أوفرتون. عند الجزيئات الموجودة في V تساوي 0 تنتقل مباشرة إلى V يساوي 2. هل تسمح بذلك الكوانتم؟ قال لك نعم تسمح الكوانتم بذلك، لأنه الأوسيليتر is no more harmonic oscillator، والقواعد بتتغير. هذا مسموح، دلتا V زائد ناقص 1 زائد ناقص 2 زائد ناقص 3، لكن بتصير probability لهذه transitions أضعف، يعني البروبابيليتي للترانزيشن من V0 ل V2 أقل كتير من V0 ل V1. بتقدر تعرف من الانتنسيتي، هذه الانتنسيتي عشر هذه الانتنسيتي، معنى ذلك إنه هذا احتمال 10 مرات يحدث أكثر من هذا الترانزيشن اللي هو من 0 ل 2. طيب من 0 ل 3 ممكن يحدث، لكن الاحتمالية بتقل أكثر والسيجنال بتصير أضعف وأضعف من حيث الانتنسيتي. الموديل اللي اسمه هارمونيك أوسيليتر ما عاد نافع، لازم أعمل له موديفيكيشن، وهذا ينقلني إلى ما يعرف بالأن هارمونيك أوسيليتر موديل. الآن البوتنشال إنرجي خلينا نكتبها باستخدام الرمز U، بدل ما أكتب دائما حرفين E و P خليني أستخدم حرف واحد U. الـ U is function of Q اللي هي كنا نسميها X، اللي هي elongation، اللي هي مقدار التغير عن الـ equilibrium value of separation بين الـ two atoms. R ممكن تزيد عن RE لما الزنبرك يمط، وبالتالي قيمة Q كنا في الجزء الأول من المحاضرات نسميها X بتكون قيمتها موجبة، وممكن لما الزنبرك ينضغط والذرتين يقتربوا من بعضهم البعض R تكون أصغر من RE وعليه Q تكون سالبة. الآن إحنا شفنا البوتنشال إنرجي في الهارمونيك أوسيليتر هي نص K X تربيع، X هي نفسها R ناقص RE، بدي أسميها Q. الآن U as a function of Q بدي، أنا مش عارف إيش هو هذا الفانكشن. لما أكون مش عارف مثل هذا الفانكشن بستفيد من نتيجة مهمة في الرياضيات، أي فانكشن تقدر تكتبه على شكل سيريز. إذا متذكروا في مش عارف في أي مساق بالضبط التيلر سيريز، هذه اسمها المكلورين سيريز، هي شكل من أشكال التيلر سيريز. وهي قال لك أنت الفانكشن هذا U of Q مش عارفه، إيش بتعمل؟ بتعمله development in a series، وتبدأ بالترم مش موجودة في Q. إيش هو هذا الترم؟ قيمة البوتنشال عند Q تساوي صفر، شايف؟ U E E equilibrium، لأنه هذا بيكون في حالة اتزان، الزنبرك لا ممطوط ولا مضغوط. تبدأ ب U عند ال equilibrium، بعدين بتجيب مشتقة U at Q تساوي صفر بالنسبة لQ، يعني مشتقة U بالنسبة لQ عند Q تساوي صفر، يعني at E equilibrium مضروبة بQ. بعدين المشتقة الثانية لU بالنسبة لQ بتعوض قيمة المشتقة الثانية عند Q يساوي صفر، يعني at E مضروبة في Q تربيع على 2 فاكتوريال. بعدين المشتقة الثالثة لU بالنسبة لQ أيضا بتعوضها عند Q تساوي صفر، وهذا الفاكتور تضربه بQ
مرفوع القوة تلاتة على 3 فاكتوريال وهي مجران. يعني من ناحية نظرية أي function أنت مش عارفه اكتبه على شكل series وهذه السيريز راح تمثل function المطلوب. الآن لـ U at Q تساوي صفر usual choice إنه تعوض القيمة الصفر زيرو. تقدر هي قيمة ما بس constant. قيمة ما بس constant. قال لك شو رأيك تختار هذا الكونستنت صفر؟ بتسهل على حالك بس بتخلي عندك ترم أقل ولن يؤثر شيء. فقال لك usual choice إنه نعوض البوتنشال انرجي للجزيء وهو في ال at q يساوي 0 إنه يكون 0. ثانية دلتا يو على دلتا كيو مشتقة يو بالنسبة لكيو. طب احنا شفنا الكيرف قبل شوي في مينيموم عندي at q تساوي 0 يعني دلتا يو على دلتا كيو بدها تساوي 0 because of this minimum. إذا because of this minimum في عندي المشتقة لازم تساوي 0. إذا سقط الترم الثاني الترم الأول 0 الترم الثاني بسبب المشتقة كذلك 0. هاي السيريز بتبدأ من الكوادراتيك تيرم واطلع فوق. قال لك طيب if terms with power 3 and higher were neglected يعني هذا الترم with power 3 أهملته واللي بعده to the power 4 to the power 5 كله شطبته شو بتبقى عندك ترم وحيد. طب ايش بتذكرك هالمعادلة؟ قال لك هذا هو الهارمونيك اوسيليتر. انت بهذه الطريقة حصلت على معادلة الهارمونيك اوسيليتر. طيب الهارمونيك اوسيليتر كان موديل غير كافي خليني اخذ الترمز اللي to the power 3 and higher. الحل العام انك تاخذ هاي البوتنشال انرجي وتعوضها في معادلة شرودنجر محل البوتنشال انرجي وتحل باستخدام البرتربيشن كالكوليشنز برتربيشن ثيوري والجواب راح يطلع معك بهذه الصورة. هذا هو الجنرال سوليوشن للشرودنجر ايكويشن. جي الترم as a function of V اللي هو vibrational quantum number يساوي النيو نوت اللي هي fundamental frequency. الآن V زائد نص ناقص XE V زائد نص تربيع زائد YE V زائد نص تكعيب زائد ZE V زائد نص مرفوع القوة 4 إلى آخره. هدول الكونستانتس خلف V زائد نص مرفوع القوة هدول بنسميهم unharmonicity constants. بالعادة وكفي الكوركشن تيرم الأول. بدك تروح على الثاني هذا بتصير واي قيمتها صغيرة كتير 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 وبعدين زد قيمتها صغيرة كتير 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 كتير. بالعادة هدول التيرمز مرفوعة هون القوة 3 and higher هدول ما إلهم وزن حقيقي ولذلك يمكن أن نحذفهم. بيبقى معي فقط هدول terms هاي هم هون. خذ الفي زائد نص كمان عامل مشترك بصير G of the vibrational state V تساوي fundamental frequency مضروبة في V زائد نص وافتح قوس واحد ناقص XE مضروبة في V زائد نص. الآن هذه المعادلة بتهمني كتير إذا أردت أنا إني أحسب قديش الطاقة اللازمة طاقة الفوتون اللازم للانتقال من V0 ل V1 قديش طاقة الفوتون اللازم للانتقال من V0 ل V2 وهلم جرا. كل ما عليك تعمله إنك تطرح وهذا إحنا التعبير العام V double prime نعتبرها الانيشال ستيت و V prime هي الفاينل ستيت. إذا بدك تطرح G للفاينل ستيت أو عفوا تطرح G للانيشال ستيت وتطرح منها G للفاينل ستيت. يعني بدك تشوف الفرق في قيمة G بين الانيشال ستيت والفاينل ستيت هذا يمثل طاقة الفوتون اللازم للترانزيشن. طيب من صفر لواحد ما عليك إلا إنك من المعادلة السابقة تطلع جي صفر قديش جي واحد قديش وتشوف الفرق بيناتهم
تطرح وترتب، وبعد ما تطرح وترتب تشوف الفرق. واحد ناقص اثنين اكس اي في نيو نوت. في الهارمونيك اوسيليتر كان الفرق نيو نوت، هذا اقل شوية من قيمة الهارمونيك اوسيليتر. طيب اذا بدك تشوف الفرق من جي زيرو، من في زيرو لفي اثنين، ايضا شوف جي زيرو شوف جي اثنين، اطرحهم من بعض، اثنين في واحد ناقص ثلاثة اكس اي في نيو نوت. اولا في الهارمونيك هي اثنين نيو نوت، في الانهارمونيك هون هذه القيمة اقل من اثنين نيو نوت، اقل من الضعف. مش بس هيك، هي اقل من ضعف كمان الانتقال من صفر لواحد في الانهارمونيك. يعني المسافة من صفر لواحد أكبر من المسافة من واحد لاثنين. أوكي، هاي من انتقال من جي صفر لجي ثلاثة، هذا السكند أوفرتون. وإذا بتتذكروا بالستاتيستيكال ثيرموداينامكس طرقنا لشيء اسمه الهوت باند، هذا الانتقال من جي واحد لجي اثنين. حل في الهارمونيك اوسيليتر لازم تكون الفريكوينسي نيو نوت، عندي اقل من النيو نوت واقل من الفريكوينسي لازم للانتقال من صفر لواحد. مرة تانية تأكيد على انه طاقة الفوتون للانتقال من صفر لواحد اكبر منها من واحد لاثنين. ملاحظة اخيرة على هذا السلايد، قيمة اكس اي in the magnitude of 0.01، ولك أن تتخيل لماذا نهمل y e و z e، القيم أصغر كثير من هذه القيمة. هذه تمارين لكم بسيطة، بقول لك لا C12H stretching vibration the fundamental absorption occurs at 3019 سنتيمتر ناقص واحد، the first overtone. ايش يعني first overtone؟ يعني من V0 إلى V2 appears at 5900 سنتيمتر ناقص واحد. Calculate new not هي fundamental frequency مش fundamental absorption XE and K. طبعا كيف بدي تحل هذا السؤال؟ من عندي في السلايد السابق معاد تردد الفوتون للانتقال من V0 ل V1 ومن V0 ل V2. بدك تاخذ هذولك المعادلتين وعوض هذول القيمتين، عندك معادلتين ومجهولين، تقدر تطلع نيو نوت وإكس إي. وبعد ما تطلع نيو نوت بتحسب قيمة كي وبترك لك تفكر كيف. هلا من البولتسمان ديستريبيوشن احنا بنعرف هذا التأكيد لما ذكرته قبل قليل، at room temperature the molecules are almost entirely present in the V يساوي 0 level. بقول لك use the Boltzmann distribution to estimate the fraction of H1Cl35 present in the V يساوي 1 level in U not 2886. يعني لهذا الجزيء أعطاك قيمة U not، وقال لك يا ترى قديش نسبة الجزيئات الموجودة at V تساوي صفر في room temperature. هذا الكيرف الأزرق هو في الحقيقة معادلة رياضية تمثل the potential of the real molecule. هذه المعادلة هي المورس potential. U في المورس potential تساوي DE. ايش هي DE؟ DE هيها موجودة هون، بنسميها Classical Bond Dissociation Energy، هي الطاقة من المينيموم ل المستوى اللي بصير فيه Bond Dissociation، بتصير Separation بين التو أتومز ما لا نهاية. لما انت توصل لهذا المستوى تصبح Separation، المسافة بين الأتومز، واحدة هون في ما لا نهاية والتانية هون، تصبح المسافة بين التو أتومز ما لا نهاية، يعني أن الرابطة تفككت. إذا
دي اي بنسميها كلاسيكال بوند ديسوسيشن انرجي، هي فرق الطاقة من المينيموم الى هذا المستوى اللي حصل فيه ديسوسيشن للجزيئات، هذا هو في ما لا نهاية. طيب طبعا ليش المسافة من هون لهون؟ لأنه لما الجزيء يكون at RE، يعني هون موجود في هاي النقطة الذرة، هاي ذرة واحدة موجودة هون، ذرة موجودة هون والذرة الثانية موجودة هون، لما الجزيء يكون في الاتزان هاي طاقة الجزيء، بدي أعطيه هذه الطاقة، معناته أنا بخلي الذرة تيجي تبتعد إلى ما لا نهاية، فينفصل الذرتان عن بعضهما. واحد ناقص إيه، بيتا هو كونستانت، والكيو والكل مرفوع القوة 2. هذا إلى حد بعيد is a very good model of the real molecules. هل يوجد مودلز أخرى؟ نعم هناك يوجد مودلز أخرى، بتلاقيها في جهة أحسن من المورس، في جهة تانية أسوأ من المورس، ولذلك لا يوجد، يعني المورس ماشي حاله ممتاز، المودلز الثانية لا نستطيع أن نعتبر أنها أحسن، زي ما قلت لك في تحسن في جهة ولكنها أسوأ من جهة أخرى. هلأ ما يسمى بالكلاسيكال بوند إنرجي، هاي قيمة لا يمكن أن تقيسها في التجربة. لماذا؟ لأن الجزيئات لا تكون أبدا في المينيموم، الجزيئات حسب الأنسرتينتي برينسيبل في أفضل ما يكون عند V تساوي صفر، يعني برد لزيرو كلفن الجزيئات لن تنزل عن V تساوي صفر. فالإكسبرمنتال بوند ديسوسيشن إنرجي هي المسافة من V يساوي صفر، من الإنرجي لل V يساوي صفر إلى الإنرجي عند V تساوي ما لا نهاية، هذه التي تقيسها بالتجربة. وأكيد الفرق بين DE والD0 هو بده يكون الزيرو بوينت إنرجي. رح نيجي الآن على شيء اسمه Vibrational Rotational Coupling. طبعا احنا شفنا اذا عملت Vibrational Transition لابد ان يصاحب ذلك Rotational Transition، فاحنا كنا دائما نشوف مجموع Vibrational Energy ومجموع Rotational Energy، لكن كنا نعامل Vibrational Energy independently of rotational energy. هذا الـ vibrational energy ما بتأثر على rotational energy، وعملية الـ rotation ما بتأثر على الـ vibration. إذن كنا فاصلين الـ vibration عن الـ rotation، لكن الحقيقة في coupling، في نوع من التأثير الـ vibration تؤثر على الـ rotation. خليني أقول لك كيف. هلا أنت لما شفنا لما الـ V تزيد قيمتها، الـ average bond length إيش بيصير فيها؟ تزداد. طب هذا يعني إنه I بتزداد، وإذا I بتزداد معناته B تصغر. إذن الـ vibrational motion معبر عنها بالـ vibrational quantum number تؤثر على B، و B تؤثر على الحركة الدورانية، هذه الـ moment of inertia I تحدد، هي بتحدد الحركة الدورانية، بتحدد ايضا ما يسمى بالروتيشنال كونستانت. اذا الفايبريشنال موشن تؤثر على الحركه الدورانيه عن طريق تغيير المومنت اوف انرشيا، ولذلك لاي جزيء بي ليست قيمه ثابته، بي تعتمد على في، بي تعتمد الجزيء موجود باي فايبريشنال ليفل، لانه قيمه في راح تحدد قيمه R الأفرج R، وبالتالي بتحدد قيمة I، وبالتالي بتتحدد قيمة B. إذن B تعتمد الجزيء موجود في أي vibrational state. هلأ هذه المعادلة تعطيني is a good approximation for the B values as a function of V. B at the level V تساوي BE لما يكون الجزيء تفصل بين ذراته مسافة RE، الجزيء موجود في حالة الاتزان في المينيموم، ناقص ألفا E constant مضروبة في V زائد نص. نلاحظ لما تزيد قيمة V النيجاتيف تيرم بيزيد، إيش بيصير في قيمة B؟ بتقل قيمة B عن الإكوليبريوم فاليو of B.
يعني هاي بي اي عندما تكون المسافة الفاصلة بين الدارتين ار اي. دعونا نفكر قليلا الآن. أنا أريد أن أنتقل من المستوى V0 إلى المستوى V1. بدي أعمل إثارة من الجراوند ستيت، معظم الجزيئات at room temperature موجودة في V يساوي 0، إلى الليفل اللي بعده مباشرة V تساوي 1، وبدي أشوف قديش تردد الفوتون اللازم لهذه العملية. كل ما عليك تعمله إنك تشوف فرق قيم G لل 2 ستيت. الجزء كان موجود في الجي اللي تابع للفي تساوي صفر، وكان موجود في روتيشنال ستيت جي دبل برايم، انتقل الى الجي اللي تابع للفي تساوي واحد واصبح بالجي برايم. كل ما عليك تعمله انك تشوف الفرق. الحقيقة هذا احنا عملناه في ما يسمى بالهارمونيك اوسيليتر rigid rotor approximation. احنا عملناه. طب ايش الاشي الجديد الان؟ الاشي الجديد انه B لما كان في V تساوي 0 تختلف عن B لما اصبح في V تساوي 1. هاي المعادلة، عوض قيمة 0 عوض 1 قيمة B تختلف. كنا لما في الهارمونيك اوسيليتر rigid rotor approximation نعامل التنين بي هون وبي هون للجزيء واحدة لا تتغير، وهي في الهارمونيك موشن ما تتغير، لكن بسبب الانهارمونيسيتي أصبحت بي في الليفل بي تساوي واحد تختلف قيمتها عنها في البي تساوي صفر. في عندي حالتين الآن، في جي برايم بتزيد قيمتها بمقدار واحد. هذه الحالة الأولى إنه دلتا جي تساوي زائد واحد، يعني جي برايم تساوي جي دبل برايم زائد واحد. إذا جي دبل برايم الموليكيول كان في مستوى جي دبل برايم وارتفع إلى المستوى جي دبل برايم زائد واحد. ما عليك إلا إنك تعوض الـ بدي اشوف انا هذا الار برانش. ما عليك الا انك تعوض في المعادلات ل جي اوف ذا بي تساوي واحد، بدك تعوض بدل جي برايم جي دبل برايم زائد واحد، ومن هون صار في عندي جي دبل برايم زائد واحد، وهنا جي دبل برايم زائد واحد زائد واحد جي دبل برايم زائد واحد. لكن لهذه الحالة بدك تعوض بـ 1، وبدك تطرح منها الروتيشنال انرجي لما كان الجزيء في V تساوي 0، والروتيشنال انرجي للجزيء في V يساوي 0 في V يساوي 0 هي كان هو في J دبل برايم مضروبة في J دبل برايم زائد 1 مضروبة في B 0. إذا هذا التيرم هذا يمثل الروتيشنال انرجي في V يساوي 1، وهذا التيرم يمثل الروتيشنال انرجي في ال V يساوي 0. كل الفرق عن المعادلات السابقة في الهارمونيك اوسيليتر ريجيد روتر انه كنا هناك نعتبر هذه البي وهذا البي قيمة واحدة ثابتة. الآن هون بدك تعوض قيمة تختلف عن هذه القيمة. رتب ضبط بيطلع معك هذا الإكسبريشن. بدك تفك الأخواس تجمع وتطرح وبيطلع معك إنه تردد الفوتون الموجود في الار برانش نيو نوت هي تردد لازم من V0 ل V1 بدون تغير في الروتيشنال ليفلز، زائد هاي التغيرات اللي بتعتمد الجزيء اصلا في اي جي ليفل كان موجود اللي هو جي دبل برايم. ولاحظ التربيع عندي. ما زلنا نتكلم عن الانتقال من V0 الى V1، ولكن هالمرة بدنا ننتقل على P برانش. في P برانش الروتيشنال ليفل بينزل،
من قيمة ما إلى قيمة أقل منها بواحد، يعني بصير دي إكسايتيشن في روتيشنال إنرجي، بنتقل من جي دبل برايم إلى جي برايم اللي هي جي دبل برايم ناقص واحد، وبعوضها في الهارمونيك أوسيليتر ريجيد روتر موديل. راح يطلع إنه تردد الفوتون اللازم لهذا الانتقال هو نيو نوت زائد، أيوة هذه الروتيشنال إنرجي لل جي برايم ستيت اللي هي الفاينل جي، ومنلاحظ الفاينل جي أنا موجود بالبي تساوي واحد، ولذلك لازم أستخدم البي الخاصة بالبي تساوي واحد. هذه الروتيشنال إنرجي للفاينل ستيت، بدك تطرح منها الروتيشنال إنرجي للإنيشال ستيت، والإنيشال ستيت أنت كنت في بي تساوي صفر، إذن لازم نستخدم قيمة بي التي تساوي صفر. فك الأقواس، رتب، تحصل على هذه المعادلة التربيعية with respect to J double prime، وهيها بعد قليل من الترتيب، وننتبه الآن الملاحظتين. الملاحظة الأولى إنه إحنا ما زلنا في هذه دراسة الكوبلينج بين الروتيشن والفايبريشن من عامل الجزيء كما لو كان هارمونيك أوسيليتر، وهذا مبين من قيمة نيو نوت. المعادلة اللي استخدمناها إحنا هي هارمونيك أوسيليتر ريجيد روتر موديل. السؤال، كيف ستتغير هذه المعادلات بالنسبة لنيو بي ونيو آر لو كان Unharmonic Oscillator بالمعادلات السابقة؟ هذا بتركك يا تحاول تشتق كيف ستبدو هذه المعادلات لنيو بي ونيو آر لو أخذنا بدقة إنه الجزيء ليس Harmonic Oscillator وإنما Unharmonic Oscillator. نرجع لمعادلاتنا هاي، وبدي إياك سواء في معادلة نيو بي هاي موجودة أمامك أو نيو آر الموجودة في السلايد السابق تنتبه للكوفيشنت الموجود خلف جي دبل برايم تربيع، هذا هو بي 1 ناقص بي 0 في الحالتين، في معادلة نيو آر وهلا زي ما احنا شايفينها في معادلة نيو بي هي بي 1 ناقص بي 0، ولكن هذا نيجاتيف، بي واحد أصغر من بي زيرو، إذن هذا نيجاتيف، إذن الكوفيشنت فور جي دبل برايم تربيع إز نيجاتيف. شو معنى إز نيجاتيف؟ هذا الترم على فكرة هو الترم الكبير عندك في هذه المعادلة اللي فيها جي دبل برايم، هاي جي دبل برايم، هاي جي دبل برايم تربيع، فهذا الترم الكبير هذا نيجاتيف. هذا الترم هو المسؤول الحقيقي for non-equal spacing between adjacent lines. حتى لو اعتبرنا الأوسيليتر هارمونيك زي ما عملنا هون في هذه المعادلات بسبب الـ vibrational rotational coupling the spaces between the lines مش راح يكونوا equal. مش راح يكونوا equal. هذا coupling is primarily responsible for the non-equal spacing between adjacent lines. أكبر من تأثيرات D اللي هي centrifugal distortion اللي تعرضنا لها في وقت سابق. الآن هل يمكن من هذه المعادلات اللي اشتقناها إنه أحدد قيمة B0 B1؟ قال لك نعم، قال لك خد نيو R لـ J دبل برايم واطرح منها نيو P لـ J دبل برايم. لازم نفكر إيش يعني هذا. J دبل برايم هي الحاجة اللي طلع منها الجزيء الابتدائية، J دبل برايم هي الحاجة الابتدائية. افرض خلينا ناخد قيمة
جي دبل برايم قيمتها واحد. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنا في الآر برانش هون، يعني أنا عم بشوف تردد الفوتون for the transition من جي واحد لجي اثنين. طيب نيو بي لجي دبل برايم تساوي واحد، شو يعني؟ هذا نيو بي، بي برانش جي بتنقص، يعني هذا نيو، هذا تردد الفوتون اللازم للانتقال من جي تساوي واحد إلى جي تساوي صفر. طيب لو جي دبل برايم تساوي اثنين، معناها هذا نيو الفوتون انرجي أو فريكونسي للترانزيشن من اثنين لثلاثة، هون بده يكون نيو للترانزيشن من اثنين لواحد وهلم جرا. فلكل جي بدك تشوف نيو ار ونيو بي، تطرحهم من بعض وحسب المعادلتين هدول، جرب هذه المعادلة والمعادلة في السلايد السابق، لما تطرحهم من بعض لازم يعطيك 2 بي 1 مضروبة في 2 جي دبل برايم زائد 1. شوف الفرق للديفرنت جيز وارسمه، هاي الفرق وارسمه فيرسس 2 جي دبل برايم زائد 1، مفروض يعطيك خط مستقيم يمر بنقطة الأصل، السلوب لهذا الخط المستقيم هو 2 بي، إذا بي 1، إذا منه بقدر أطلع قيمة بي 1. طيب هالمرة بطلب منك أنك خذ اللاين نيو ار اوف جي دبل برايم واطرح منه نيو بي اوف جي دبل برايم زائد 2. خلينا نبدا بجي دبل برايم قيمتها واحد، يعني بدك تاخذ نيو للترانزيشن من جي واحد لجي 2. طيب هون جي دبل برايم قيمتها واحد، بدك تاخذ نيو، صار المجموع 3، بدك تاخذ نيو للترانزيشن من 3 ل 2. هذا نيو للترانزيشن من جي 1 لجي 2، وهذا نيو ترانزيشن من جي 3 لجي 2. طيب خذ جي دبل برايم قيمتها 2، جي دبل برايم قيمتها 2، اذا هذا ترانزيشن من 2 ل 3. طيب وهون جي دبل برايم قيمتها 2، يعني مجموع 4، هذا الترانزيشن في بي برانش من 4 ل 3. لاحظت شغله؟ هدول اللاينز اند اون ذا سيم جي ليفل، من 1 ل 2، من 3 ل 2، من 2 ل 3، من 4 ل 3. لاحظت؟ they end all with هدول الترانزيشن اون ذا سيم جي فاليو. خذ هدول اطرحهم من بعض، ارسمهم versus 2J double prime زائد 3، راح تحصل على خط مستقيم بمر بنقطة الأصل، والسلوب تبعه بده يكون 2 ب 0. بهاي الطريقة حصلت على قيمة ب 0. طيب ترجع لهاي المعادلة، صار عندك قيمتين لبي، مرة ب 0 ب 1، عوض V تساوي 0، إذا هاي ب 0، هاي عوض V 0 وهي بي 0، هاي معادلة، وعوض في 1 وبي 1 معروفة أيضا من سبكتروسكوبيك داتا، عندك معادلتين مجهولين تستطيع الآن أن تحلهما وتحصل على بي إي وألفا إي. طيب إذا عرفت صار عندك بي إي وبي 0 وبي 1، تقدر تحسب آر إي وآر 0 وآر 1، مظبوط؟ طيب احسب من بي بطلع اي، ومن اي تساوي ميو ار اي تربيع، بقدر اطلع قيمه ار اي او ار 1 او ار 0. هاي بفرجيك هلا الجزيء، شايفين اتش 2 القيمه الار اي الكلاسيكيه المتوقعه اللي عند المينيموم انرجي 0.7417 انجستروم، في 0 الحقيقه اللي هو هذا الواقع الافرج بوند لينكث هو 0.75 اكبر شوي، لما انتقل لواحد الافرج بوند لينكث 0.77، هذا للدي 2. شايفين كيف هنا الدي 2
وال H2 ما في فرق كبير في البوندرينج في المنزل الرابعة بعد الفاصل بوحدة أنغسترون. طبعا حقا وحقيقة لا، الفرق أكبر شوي هون، الفرق في المنزل الثالث بعد الفاصل بس بوحدة الأنغسترون. يعني أنت بتحكي الفرق في 2 في بالألف من الأنغسترون، يعني برضو شيء قليل جدا جدا. وهذه القيم للـ HCl، طبعا المقصود H1Cl35. الآن هذا هو الواجب العظيم اللي مطلوب منكم إنكم تعملوا. إيش هو هذا الواجب؟ هذا الـ IR spectrum للـ HCl، ومتمركز عند الـ 2886. هذا هو كله السبيكتروم ل V تساوي 0 إلى V تساوي 1 ترانزيشن. أوكي، مريحك عند كل لاين محدد لك إيش هو الويف نمبر عند الماكسيموم لهذا اللاين. هذا الـ P branch عند القيم الأقل، وهذا الـ R branch عند القيم الأعلى. هلا بعض الأحيان بتشوفه أنت عند معطيك عند نفس البي قيمتين، احنا بنعرف هاي الشغله. هاي القيمه لل سي ال 35 وهذه القيمه لل سي ال 37. اتش سي ال 35 واتش سي ال 37، بدنا نشتغل بس على اتش سي ال 35. هاي هون كمان مبينه هون مره واحده على نفس اللاين، في عندي قيمتين. هاي القيمه هون للبيك الصغير هي تبعت الاتش سي ال 37، بدنا نشتغل بس على قيم الـ 35. الآن بدك تبدأ، أول شيء بدك تعمله بدك تحدد هذا الترانزيشن إيش هو، هذا الترانزيشن إيش هو، هذا الترانزيشن. أنت في P branch هذا من 1 إلى 0، هذا من 2 إلى 1، هذا من 3 إلى 2 وهلم جرا. هذا الـ R branch هذا من 1 0 إلى 1، 1 إلى 2، 2 إلى 3 إلى آخره. تمام، وبتعمل جدول بيجي بنيو ار و 0 1 2 3 وبي نيو بي 1 2 3 4 الى اخره، وبعدين بتطبق المعادلتين السابقتين وبدك ترسم رسمتين تطلع منهم ب 0 وب 1، ومن الرسمتين بدي اياك بعدين تطلع قيمه من الرسمتين بدنا نطلع قيمة عفوا من المعادلتين بدنا نطلع قيمة بي اي والفا اي، ومن ثم ار اي وار زيرو وار واحد، وزيادة على ذلك طلع قيمة النيو نوت الموجودة عندك هون، طلع لي قيمة النيو نوت على يعني فرض انه هذا هارمونيك اوسيليتر، طلع لي اياها، ومن ثم طلع لي قيمة دي ديستورشن السنترفيوجن ديستورشن كونستانت. طبعا راح يطلع معك دي زيرو ودي واحد. انجوي، طويل بس لكنه جميل، لأنه بفرجيك بالنهاية هيك الشغل بتم. بعمل High Resolution IR Spectrum ومنه بطلع كل الداتا اللي بدي إياها مشان أعرف أطوال الرابطة وقوة الرابطة و Distortion Coefficient إلها إلى آخره. يعطيكم العافية ونراكم في الجزء الآخر قريبا.